معاكم عمر ومعاز من قناة أهم أخبار الدبي دبي. ياريت تدعمنا واشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. أهلا بكم مرة تانية في قناة أهم أخبار الدبي دبي. يلا بينا نشوف الأخبار. جون سينا هيعود ويواجه أوستن ثيوري في عرض سمر سلام. تايسون فيوري نفسه يواجه درو ماكنتاير في جولة من جولات أوروبا. رومان رينز بيطلع ويطمن جمهوره إن هو لسه موجود في الدبليو دبليو إي. درو ماكنتاير عايز حزام الأوروبا يرجع مرة تانية. راندي أورتن هينفصل عن مات ريدل. يلا بينا نشوف الأخبار. نيجي الخبر راندي أورتن ومات ريدل. شفنا مات ريدل وهو عمال يستخدم حركة الار كي او في عروض الراو الأخيرة. وبعد ما خلصت المباراة راندي أورتن راح لمات ريدل وكان غضبان منه جدا وبيقول له كده يعني يا ريت ما تستخدمش حركة الار كي او بتاعتي لأنك بقيت بتعمل حركة الار كي او بطريقة حلوة جدا واني انا لسه قدامي 10 سنين في الشركة وما فيش حد هيبقى احسن مني فيها فيا ريت ترجع لحلقة البروديريك برات بتاعتك وتبعد عن حركة الار كي او. يعني بيبينولنا كده ان راندي اورتن قريب هينفصل عن مات ريدل. حاجة كويسة جدا بصراحة. ممكن نشوف بقى ان فكرة توحيد الالقاب بترجع تاني والاسس بياخدوا الالقاب من راندي اورتن ومات ريدل. وهو ده الوحش في الموضوع ان الاسس ياخدوا حزام ابطال الزوجي لعرض الراو من راندي اورتن ومات ريدل. اوستن فيوري بقى نفسه يواجه درو ماكنتاير في الجولات اللي بتحصل في اوروبا. والراجل طلع وقال الكلام ده ان هو نفسه يواجه درو ماكنتاير يعني تبقى مباراة حلوة جدا لو حصلت المباراة دي. وبيقول اوستن فيوري ان درو ماكنتاير هيبقى من النجوم الكبار قوي في الشركة قريب، هيبقى زي شوان مايكلز وتريبل اتش. وبيقول ان هو نفسه يواجه درو ماكنتاير بعد اعتزاله من عالم البوكس. يعني هتبقى حاجة كويسة جدا لو شفنا مواجهة ما بين اوستن فيوري اقصد تايسون معذرة ودرو ماكنتاير. انتشرت شائعات في الفترة الاخيرة حول ان رومان رينز هيختفي من عالم المصارعة والموضوع ده عمل ضجة في عالم مصارعة المحترفين. فرومان رينز طلع بقى وهو بيتمرن في الجيم وبيقول لهم اني انا لسه موجود ومش همشي من الدبليو دبليو اي لاني انا البطل. وفضل يتكلم عن مباراته في عرض راسلمانيا باكلاش وبيقول ان المباراة كانت رائعة وان دي تاني مرة في حياتي العب مباراة فرق ثلاثية زي اللي حصلت. يعني بيحاول يقوي من شأن العرض. بيقول لهم ما تخافوش البلود لاين مش هينتهوا ابدا ولكن ما تخافوش رومان رينز بعد توقيع العقد الجديد مش هيظهر في كل العروض. يعني هيبقى زي جون سينا وبروك ليزنر بارت تايمر مش زي العقد اللي فات يفضل يشارك في كل العروض. ودي حاجة يعني تقول لنا ان رومان رينز مش هيطول بالالقاب اكتر من كده. على الاقل لو مش هيخسر اللقبين يخسر لقب من اللقبين. حاجة كويسة جدا لو رومان رينز خسر اي لقب من اللقبين هتعلي من عالم المصارعة بشكل كبير جدا. درو ماكنتاير طلع بقى وقال ان حزام اليوروبيان لازم يرجع تاني في الدبليو دبليو اي وان هو بيبقى فخور انه يبقى امريكي اقصد مصارع ويبقى معاه لقب اليوروبيان. يعني بصراحة الراجل دماغه حلوة جدا. يعني لو رجع اللقب ده مرة تانية ممكن درو ماكنتاير يكون بطل الحزام ده ويبقى ليه شأن كبير الحزام ده. وممكن تحدث مواجهة بين درو ماكنتاير وتايسون فيوري على الحزام ده وهتبقى مباراة كبيرة جدا. مصادر موثوق منها بقى بتقول ان جون سينا اكيد 100% هيعود في الفترة اللي جاية وان جون سينا اقرب مواجهة ليه عند عودته ان يواجه اوستن ثيوري على لقب الولايات المتحدة الامريكية. مباراة دي لو حصلت هتبقى مباراة حكاية. ولكن اسوأ حاجة في المباراة دي ان جون سينا يخسر من اوستن ثيوري. ولكن طالما جون سينا هيدخل في عداوة مع اوستن ثيوري فهنشوف جون سينا في عرض الراو ومش هنشوفه في عرض سماك داون زي العام الماضي.
وبكده تكون انتهت اخبارنا النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تحياتي ليكم من قناة اهم اخبار الـ WWE.